مشاركة حشدة في فعاليات أحياء الذكرى 21 لهبة القدس والأقصى، وفي المقدمة أهالي 13 شهيدا قتلوا في تلك الأيام برصاص الشرطة، والذين يجزمون أن هذه المسيرة السنوية هي ليست مجرد حدث عابر، إنما إحياء للذاكرة الجماعية التي ترسخ هوية هذا المجتمع. الحزن والأسى كيف أن شهداءنا استشهدوا بدم الشرطة الإسرائيلية دون أي ذنب ولا أسية، ولم يقدم حتى اليوم أي لائحة اتهام ضد أي شرطة أي قاتل لأبنائنا الذين قتلوا بدم بارد دون أي أسباب لهذا القتل المتعمد، وهي سياسة المكيالين، مكيال للعرب ومكيال لليهود. فنحن ذوي الشهداء عهدنا الله والشهداء والجماهير العربية أيضا رؤساء البلديات والمجالس وأعضاء الكنيسة العرب أخذوا عهد على نفسهم أن يحيوا هذه الذكرى لكل عام ما دمنا نشم ونتنفس الهواء حتى يقدم المجرمون للمحاكمة وينال عقابهم. طبعا احنا ما نسيناش نتذكر، احنا ما نسينا نتذكر، احنا من ناشد الشعب الفلسطيني الداخلي انه دائما هاي الذكرى تنحيا باعتزاز وكرامة، ودائما لازم يكونوا دائما بجانبنا، ما يكونش تخاذل ان كل مرة نتراجع شوي. بدأ هذا اليوم الذي دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بوضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء، ليكون هذا التقليد السنوي بمثابة عودة المجتمع العربي بكل أركانه وأطيافه إلى تلك الأيام التي كانت حدثاً مفصلياً في صقل هويته. العنف والجريمة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني في الداخل هي مشروع سياسي للمؤسسة الإسرائيلية. إحنا بين سنة الثمانين لسنة الألفين كان عندنا 81 ضحية في الجريمة، من الألفين للألفين وواحد وعشرين عندنا 1480 جريمة، بمعنى أن هنا مشروع سياسي يحظى بتسليح من الجيش الإسرائيلي ويحظى بحصانة من الشباك من المخابرات لرؤساء عصابات الإجرام، ويحظى بتغافل الشرطة والقضاء عن هؤلاء المجرمين. لذلك نحن نرى أن المعركة ضد الإجرام هي معركة سياسية وطنية من الطراز الأول. نحن سنحارب الجريمة وكأنه لا يوجد عندنا أي شغلة أخرى، وسنقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضايا العادلة وثوابته وكأنه لا يوجد جريمة ولا شيء آخر. يحافظ المجتمع العربي بكل أطيافه السياسية والاجتماعية على إحياء هذه الذكرى السنوية، فيما تؤكد القيادة على أهمية إعادة أحداث هذا اليوم وإسقاطاته إلى الواجهة. يشرف سخنين استضافة هذه الذكرى 21 لهبة القدس والأقصى، هذه الذكرى عزيزة وغالية على جماهير شعبنا. سخنين دائما كبلد وطني يسعدها أن تستضيف هذه المناسبات الوطنية برغم الظروف التي تحاصر مجتمعنا من جائحة الكورونا وظروف أخرى. أنا بشوف أن الحضور كان الحمد لله حضور جيد، وكان طبعا الكلمات والرسالة اللي من أجلها سقط شهدائنا الأبرار لا زالت قائمة، ونحن على عهد الشهداء باخون إن شاء الله. بعد 21 عام بإمكاننا أن نقول بأنه المجتمع لا يتعامل مع هذه الذكرى فقط كذكرى يمكن التخلي عن إحيائها. اليوم الحضور هنا وانضمام أجيال شابة لمثل هذه التظاهرة يؤكد بأن الذكرى ما زالت حية، وأن الجمهور يريد بالفعل التمسك بقيم هذه الذكرى والنضالات التي خاضتها جماهيرنا العربية قبل 21 عام، ذكرى الشهداء وكذلك الدفاع عن القدس والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى. إذن فإن أحداث هبة أكتوبر عام 2000 كانت فارقة في تاريخ المجتمع العربي الذي يصر على التمسك بهويته السياسية والفكرية وانتمائه إلى الشعب الفلسطيني، خصوصاً بعد هبة أيار الأخير، ليؤكد في نهاية المطاف قيادة وشعباً على ضرورة ترسيخ هذه الهوية الجماعية.